اسبانيا اعلى من المغرب كامكانيات بقى وكمعسكرات وطبعا فنيات وحاجات زي كده، بس هي المشكله كلها منتخب مغربي برضو يعني. لما تيجي تبص ثالث عالم ورابع رابع عالم في الكبار، ثالث اولمبياد، الناس دي في حته لازم نرفع لهم القبعه الحقيقه. ماشي، ما اختلفتش، وهم اصلا ماشيين بسيستم ونظام وعندهم هدف ماشيين عليه. السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناه نيوز الخبر. اصدقائي، في هذا الفيديو غادي نشوفوا الاعلام المصري مازال مصدوم من النتيجه الساحقه اللي تلقاها الفريق المنتخب المصري امام المنتخب المغربي ب6-0. وهنا رضا عبد العال الاعلامي المصري قال بان اسبانيا راه اقوى من المنتخب المغربي، ورغم ذلك هما يعني ربحوهم. ولكن فينا هو الغلط، فينا هو المشكل اللي كان عند المنتخب المصري باش يخسر بديك النتيجه اللي هي كبيره. ما غنطولش عليكم اخوتي الاعزاء، خليكم تفرجوا بهذا الفيديو، خويا اراء ديالكم في التعليق، ونطلقوا في الاخر الفيديو. ضبطهم اوامر، فعشان يعني كده يعني منتخب المغرب بالنسبه لقوته اقوى من منتخب مصر بكتير ولا يا راجل؟ والله انا من وجهه نظري كان لازم يلعب على النهائي، لولا ان هم اتدلعوا في الماتش اللي هو بتاع اسبانيا، كانوا كسبانين 1-0 وبعدين بيلعبوا خلاص ان هم ضمنوا. لا، فرقه تقيله. ليه يعني انت يعني راضي على ان انت تغلب 6 كابتن؟ لا بص، هو 6 دي عشان كنا هنتدارى. لو انت خسرت 2-0 كان الاتحاد ده اتدارى. ربنا بص ما بيسيبش. يعني ربنا ما بيسيبش، هو اداك 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 وطلعت اول مجموعه، وبعد كده وصلت من دور الثمانيه لدور الاربعه. بس هنا بقى الحساب، خلي بالك ده في لعيبه ما بتعرفش تباصي. هنا بقى لازم المكاشفه زي ما بيقولوا، لازم بقى ربنا بيكشف لنا ان الناس دي ما اشتغلتش. انا اخد المدرب ياخد لعيبه ما بتعرفش تباصي ازاي يا كابتن؟ زي الناس ازاي يعني؟ طب انا انت حسام عبد الجليل قبل ما يروح محمد طارق وفي لعيبه في نص الملعب، واخد بالك؟ وفي لعيب اللي اسمه بلال مظهر، مع كل الاحترام هتقول لي هو واخدهم، بس هو الراجل واخدهم من اول معسكر. فهو ده بقى عشره بقى، وهو اللي عرفه احسن من اللي ما عرفوش، واخد بالك؟ وراح بالناس دي على امل ان هو يجيب 3 لعيبه يقووا موقفه ويسندوه من الدرجه الاولى او الدوري الممتاز. ما حصلش الكلام ده. دي زيزو والنني. لا، ما دول لعيبه. انت زيزو انت اثنيت على النني، اثنيت عليه. ايوه ماشي، بس مش هو ده برضه اللي الراجل انت عايز. كان واحد مساك وفرود. مفيش مساك في مصر غير محمد عبد المنعم. يقدر يسد يعني مع الناس دي؟ ما انتوا برضه ما رضيتوش بياسر ابراهيم. ما كان محمد عبد المنعم، فقال لك ياسر ابراهيم، قال لك لا. لسه اصلا ما كانش بيلعب كابتن الفتره دي. ما هي المفروض ان هم قالوا ده لان عنده خبره، وبعدين ولازم النادي الاهلي. طب ما الدوري هو مين احسن نادي في افريقيا؟ انت عندك مين احسن لعيبه؟ عنده سرد باكات كويس. لا، مش زي محمد عبد المنعم ولا ياسر، مع كل الاحترام ليهم. هو كان ممكن ياخد بيكهام، بس بيكهام ما اعرفش هو ما وصلش للتفكير له، او ما حدش لفت نظره، او حاجات تانية يعني. يعني بس تحميل النتيجه دي لاتحاد الكوره وليس ميكالي واختياره. طبعا هو ميكالي واللعيبه مش وصلوك دور الاربعه في المربع الذهبي. ده انجاز انت ما وصلتلوش من 64. اتحاد الكوره برضه. لا، اتحاد الكوره فين؟ ده ما عملش ماتش ودي يا راجل، ده الماتشات الوديه لغاها. اللي في الاجنده مش فاضيين. نفض 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 يا فاروق. هو ربنا عمل كده عشان يكشف الناس دي ويحاسب الناس دي، ولازم يتحاسبوا. وانا خلاص انتهى. ما هو عشان كده هم رامين الفوطه. بص يا فاروق، منتظرين اتحاد كره جديد. دلوقتي المنتخب الاولمبي المغربي بيستعد بقاله قد ايه؟ الدوري بتاعهم واقف بقاله قد ايه؟ راحوا معسكرات قد ايه؟ لعبوا ماتشات وديه قد ايه؟ انت عارف لو انت وفرت الحاجات دي للمنتخب، تعالى يا عم ميكالي، انت ما خدتش فلان ليه وما خدتش علان ليه، وكورتك عامله ازاي، والطريقه اللي انت لعبت بيها طريقه يعني. هم مش طالبين من الراجل تقرير فني وهيحاسبوه مثلا؟ مين اللي هيحاسبه؟ اذا كانوا هم اصلا اللي فشلوا يوفروا له ان هو الراجل ينجح. لو انت بقى توفر لك الكلام ده، اقل حاجه كنت خدت التالت. اقل حاجه فرصه كانت، فرصه كانت. طب لو انت توفر لك، بس ربنا اسمه العدل. دي ناس تعبت بتوع المغرب، راحوا معسكرات ولعبوا ماتشات وديه، وعندهم الدوري بقاله قد ايه واقف، وهم واخدين المعسكرات ديت عشان يعملوا فتره اعداد من جديد. وهناك الراجل اللي اسمه فوزي الاقشع، هات فلان هات فلان هات فلان هات فلان، واخد بالك؟ ويقوي المنتخب عشان يطلع بالشكل ده.
هم التانيين مش في دماغهم نايمين في ميه البطيخ زي ما بيقول. طب انا سمعت كابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكره بيتكلم على بعض التصريحات الخاصه بالمباراه دي وان المنتخب المغربي منتخب كبير وان بسبب انه اغلب اللعيبه مهاجرين وبيتربوا في اوروبا ده فرق معاهم كتير. هل ده صحيح ممكن؟ طب ما انت كسبت اسبانيا بنفس اللعيبه. اه واسبانيا اعلى. كانوش بقى كانوش اللعيبه كلها. مين اللي قال لك اللعيبه كلها؟ ده هم كلهم 18 لعيب. وبيبقى اربعه بره خالص ولا ثلاثه. يعني قصدي يعني مش اللعيبه الاساسيه حبيبي لا لعبوا اللعيبه الاساسيه ولما اتزنق نزلوا من الشوط الثاني هم اثنين ولا ثلاثه اللي كانوا مريحين. بعدين هقول لك على حاجه انت لما تكون زي امبارح كده اما النادي الاهلي لعب بالاحتياطي ادى احسن من اللي بيلعبوا بالاساسي. ليه؟ لان اللعيبه عندها دوافع كل واحد عايز يثبت نفسه. نفس الكلام في ماتش اسبانيا كل اللعيبه اللي ما بتلعبش اللي هم الكام لعيب الثلاثه ولا الاربعه اللي كانوا في السكور موتوا نفسيهم عشان ان هم كل واحد يحط رجله في التشكيل الاساسي المنتخب اسبانيا. واسبانيا اعلى من المغرب كامكانيات بقى وكمعسكرات وطبعا فنيات وحاجات زي كده. بس هي المشكله كلها ان انت ما اديتش للمنتخب ده حقه في الاستعداد. والكلام ده انت بتوجهه للاتحاد الكره ولاعيبه الكره اللي موجوده كابتن حازم كابتن بركات كله لازم يشيل الليله ولازم يتحاسبوا. بص من ايه يعني احنا نقعد لغايه امتى يا فاروق؟ انت المنتخب ده اتصرف عليه قد ايه؟ وعامه اللجنه الاولمبيه هي اللي بتصرف على المنتخب ده. يبقى مفروض طالما ان انا بصرف على فريق او لعيب هو ده. احنا عندنا احمد الجندي جاب ميداليه ذهبيه واحد. يعني انت تشوف كام لعيب وكام اداري وكام مدرب وكام معرفش طالع مع البعثه. كام البعثه دي كلها كام؟ حوالي كام؟ 35 مثلا. ده واحد بالجهاز بتاعه يعني اربعه ولا خمسه وجاب ذهبيه بكل ده. طب انت لما هتصرف يا اما تروح وتجيب الذهبية أو الفضية أو البرونزية يا إما بقى رايح دماغ. هم كانوا رايحين دماغهم. هم رامين الفوطة. لا هو الحقيقة المنتخب المغربي برضو يعني لما تيجي تبص تالت عالم ورابع عالم في الكبار تالت أولمبياد. لا الناس دي في حتة لازم نرفع لهم القبعة الحقيقة. ماشي ما اختلفتش. وهم أصلا ماشيين بسيستم ونظام وعندهم هدف ماشيين عليه. إحنا ما عندناش هدف. هي سؤال بقى كابتن هنا هو كابتن حازم صراحه برضه هو بيتكلم قال لك احنا ما عندناش التاسيس ده اللي في المغرب. ليه يا حبيبي؟ استنى بس. طب ما انت لما جبت كابتن حازم وكابتن بركات لما جابوا الاثنين دولت قال لك عشان نبني خطه جديده للكره المصريه صح؟ اللي بالنسبه لفيتوريا و ايوه وميكالي. مش هم دولت اللي هيخططوا؟ مش هم دولت اللي هيحطوا البرامج بتاعتهم؟ فين البرامج؟ ده واحد كان بيروح يقزقز لب في المدرج واللغد بتاعه بقى قد كده من كتر الاكل والشرب والراحه اللي كان عاملها اللي اسمه فيتوريا. اي وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى من الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. خليوا لي اراءكم في التعليق وكيف ديما نتلاقاو فيديو جديد موضوع جديد. والسلام عليكم.